ناخذ سيستم ثاني. اذا عندي A بتساوي 2 0 0 0 2 0 0 0 3 1 B تساوي 0 1 1 0 0 1 C تساوي 1 0 0 0 1 0. ودي ايش لازم تكون دايمنشنز تبع D؟ كم input عندي؟ 2 inputs. كم output؟ 2 outputs. فلازم دي تكون دايمنشنز تبعتها 2 by 2. عندي دي اصلا هي هون 0. فراح نطلع الكونترولابيلتي ماتريكس ام. هلا اول شيء خلينا احط عندي بي هيها موجوده. راح احط هون اي بي بتساوي انا نفس الشيء مختصرها هون بتطلع 0 2 2 0 3 1 اي سكوير بي أو A سكوير بتكون في البداية. A سكوير بتطلع 4 0 0 0 4 0 0 9 1. فبتصير عندي A سكوير B بتساوي 0 4 4 0 9 1. هيك جاهزين نعمل الكنترولابيلتي ماتريكس ام. فالكنترولابيلتي ماتريكس ام بتطلع معنا. بدنا نحط اول شيء بي، مش هيك؟ وين بي؟ 0 1 1 0 0 1. بعدين راح نحط اي بي 0 2 2 0 3 1. وبعدين راح نحط اخر شيء اي سكوير بي 0 4 4 0 9 1. مضبوط هيك؟ هلا عندي هون بطلت هذه سكوير ماتريكس، والسبب هون ايش السبب؟ انه عدد مين؟ الانبوتس. بهاي الحاله الانبوتس، بالحاله الثانيه راح تكون الاوتبوت. فصارت عندي 2 في 3. هاي مضبوط انها 3 عدد ستيتس، مضبوط؟ ولو انها كانت سنجل انبوت بتكون 3 في 3 بتكون سكوير ماتريكس، بس بالحاله هاي انضربت ب 2 لانه عندي 2 انبوت، لانه عندي 2 انبوت ضربت 3 في 2 صارت 6. ما بقدر احكي عن ديترمنت هون، ايش بدي افتش؟ على الرانك. الرانك قديش لازم تكون حتى يكون السيستم هذا فولي ستيت كنترولبل؟ 3. اذا بدي افتش الان على ماتريكس سكوير باي سكوير ماتريكس 3 ب 3 في داخل السيستم هذا، في داخل هاي الماتريكس. لو لقيت وحده الديترمنت تبعها مش زيرو معناها الرانك تبعت، يعني عم نسال الان الرانك تبعت ام. هاي هذا هون كويستشن مارك، هل بتساوي 3 ولا لا؟ اذا كانت بتساوي 3 معناها السيستم بكون فولي ستيت كنترولبل. هلا انا ماخذ هون، اخذت اظن اول شيء اخذت النص هذا اللي موجود هون. فالنص هذا اللي موجود هون لو اخذنا الديترمنت تبع هذا الجزء اللي موجود هون، الديترمنت اذا بدكم تحطوا هون ليفت هاف، بعرفش ايش انا اسميه احسن من هيك، مش قادر الاقي له اسم اقرب من هيك. النص اللي على اليمين ها، فبصير عندي هاي واضح انها زيرو وهاي واضح انها زيرو. هذه راح تكون ماينس 1 مضروب في ايش؟ 1 في 3 مش هيك بس. فبتصير عندي ناقص 3 لا تساوي 0، مضبوط؟ إذا الرانك تبعت هاي الماتريكس 3 والسيستم فولي ستيت كنترولبل. طيب نطلع الأوبزرفابيلتي ماتريكس. حتى أطلع الأوبزرفابيلتي ماتريكس سي عندي أوريدي جاهزة، بدي أطلع الآن سي إي وسي إي سكويرد. أنا مختصرها هون بخطوة واحدة، فراح احطها مباشره ان بتساوي شو الدايمنشنز لازم تطلع؟ لو انه كان عندي سنجل اوتبوت ايش راح تكون الدايمنشنز تبعت هاي؟ 3 باي 3. 3 باي 3، بس هون كم اوتبوت انا عندي؟ 2. فقديش راح تكون هون؟ 6 ب 3، اوكي؟ وهون ايش كانت؟ 3 ب 6. هاي اثر عليها عدد؟ وهاي اثر عليها عدد؟ اذا هون راح يكون عندي هلا 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 و 0 4 0. شو بنستنتج من هاي؟ اظن مباشره في عندي مشكله هيها هون، هدول كلهم 0. فلو جيت اخذت
هلا بدي افتش هل بقدر الاقي 3 باي 3. هلا مشكلتي وين ما فتشت على 3 باي 3 رح تشمل هدول الزيروز، يعني خد فشي هم في هاي مثلا 3 باي 3 هي ثلاث زيروز ديترمنت زيرو، هاي مثلا اي وحده اخذتها 3 باي 3 حكون ديترمنت. هنا اجيب اي كولوم او رو كان سبب ديترمنت، خلص انتهت هاي. اذا فعندي هون ما هو بس هو هاي مشكلتها انها مش سكوير ماتريكس، لما نحولها لسكوير ماتريكس تمام اوكي. الرانك ان لا يساوي 3 اوكي او اقل من 3. قديش الرانك تبعها على فكره هاي؟ ممكن مش اقل. نعم ممكن يكون اقل من 3. اقل من 3 بس ممكن يكون 2. هو 2 مش هيك؟ لانه هو بقدر الاقي مش بقدر الاقي هي هاي 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 مثلا اول واحده هاي 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 اوكي. فالرانك تبعها بيساوي 2 معناها not fully state observable. هلا انا زي ما حكيت لكم انا مش متاكد، بس هل معنى هذا انه في ستيت ما بقدر اعملها اوبزرفيشن وبقدر اعمل اوبزرفيشن لتو ستيتس؟ انا ما عندي اثبات يعني رياضي او شيء هذا التكهن. بتكبر حد البارشل.